معايا ايضا الفنانه الكبيره يسرى. مدام يسرى اهلا بيكي. ازيك استاذ وائل؟ اهلا بيك، ومساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى مصر الجميله وعلى شعبها الرائع. انا حاسك مبتهجه بعد ما ادليتي بصوتك في الانتخابات. وانا شايف بعض الصور. عايزه اقول لك ان الشعب المصري فرحان، يعني متفائل، عنده. انا النهارده قمت من النوم على الغنوه بتاعت وش خير، يعني الشوارع مش سامعه الا هي. حتى في الشوارع. وبعدين الناس في حاجه جواها فرحانه، حاجه فرحانه ومتفائله، عندها اماني كتير حاسه ممكن تتحقق. حاسه ان الغمه بتاعت الفتره اللي فاتت هتعدي. الحمد لله ان الشعب متفائل وعنده امل لبكره ان شاء الله. انا في الانتخابات دي تحديدا، يعني حاسه ان طعم هذه الانتخابات مختلف، وانها انتخابات مصيريه بنستعيد بها هويه مصر، يعني انتخابات مصيريه وليست تقليديه، هل ده احساسك؟ ده احساسي فعلا. لو شفت احنا، لو نرجع بذاكرتنا شويه، احنا كنا بننتخب في 2012، كان احساسنا ايه، وكنا موجوعين ازاي، وكنا مكسورين ازاي. ولو شفت دلوقتي الناس وهي رايحه سعيده ازاي، هتشوف الفرق شاسع في طريقه الفرحه مختلفه، المعنى مختلف. ما احنا شايفين على الشاشه، او حتى الناس بتبتهج وتحمل الاعلام بقول لك كل مصر ماشيه بالاعلام وبالمزيكا وفاتحين الاغاني ويا حبيبتي يا مصر، وعلى طول يعني الناس بجد فرحانه، عندها امل كبير جدا. اهو بنستعيد هويه مصر تاني بعد ان حاولت جماعه الاخوان اختطافها، ولا كان هيبقى في فن ولا حاجه، كنت هتقعدي في البيت او في مكان تاني بقى. بص مش انا لوحدي، كلنا. ما هو اصل شغلانتنا ديت برضه في عمال كتير قوي بيشتغلوا من وراها، وناس كتير قوي بتسترزق من وراها، مش احنا بس. يعني في ناس كتيره جدا بتعيش من ورا الشغلانه دي، والشغلانه دي هي المرايه الحقيقيه للمجتمع اللي انت عايش فيه، الحضاره الحقيقيه اللي انت عايش فيها. دي شغلانه ليها قيمه كبيره جدا عند الناس المتحضره، عند البلاد المتحضره. طيب. أستاذة فريدة الشباشة عايزة تقول لك حاجة، هي معي في الأستوديو. أنا يا حبيبتي ازيك؟ وأنت حبيبتي يا يسرى، وكلامك حلو قوي، بس أنا عايزة كمان أضيف ليكي وقولي لي إذا كنت متفقة معايا إنه الحكاية بتاعت الفن هنا هي دي روح مصر، يعني هي دي القوة الناعمة المصرية اللي خلتنا محترمين من ايام رمسيس وتحتمس الى يسرى، واحنا قاعدين كل الناس عارفه فنانينا. فريده ان انا فنانه، انا فخوره، وانا طبعاً الفنانه كتير، وانا بشتغل مهنه بس كلها مشاعر وحقيقه وترانسبيرنسي، يعني شفافيه. ما هياش مهنه ما بتعبرش. ده سلاح مصري، المهنة دي سلاح مصري، سلاح مصري إن احنا نحافظ رائع عليها، ونبقى فخورين بيها، لأن مهنة الفنانين لازم كلنا نبقى فخورين بيها. الفن ده هو طبعا العصب الحقيقي المصري. وانتوا الحقيقة عانيتم من اتهامات حولت الفن الى اتهامات، وكأنه التعامل مع الفن على انه مهنة سيئة السمعة، واتهامات مع الناس المريضة. دولت ما تحسبهمش، دي ناس مش مظبوطه، دي ناس مريضه. خلينا نحتفل بقى واحنا بنستعيد هويه مصر، وبتوجه ليك بالشكر، الف شكر.